زوم ريجيونال. زوم ريجيونال اليوم نعملوها نمشي للصفاق. وقفة احتجاجية صارت البارح لعدد من الأساتذة على خلفية إحالة عدد من زملائهم على مجالس التأديب. التفاصيل والأسباب نتاع القرار هذين ناخذهم مع سي محمد الصافي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس إف إم. شكرا لك على قبول التدخل معنا سي محمد. نحكيه على قرار إحالة عدد من الأساتذة على مجالس التأديب. صارت وقفة احتجاجية لعدد من الأساتذة على خلفية القرار هذايا. خلينا ناخذ ونحط السادة المستمعين في الإطار الساعة ونحكيه شنو اللي صار بالضبط وشنو الحكاية. اولا نحب كما قلت انت نعطيه هكا توضيحات واناره للراي العام في علاقه بالتحرك اللي صار في جهه صفاقس وبمسانده وباشراف الاتحاد الجهوي والجامعه العامه للتعليم الثانوي. أيوة. وبحضور عديد الاخوه من فروع جامعيه في جهات اخرى ونقابات اساسيه. السبب انه الوزاره والمندوبيتين الجهويتين بجهه صفاقس تصران على معاقبة الأساتذة، والحال أن جهة صفاقس من الجهات الرائدة في النتائج وفي ما حققته خلال العشريات الأخيرة. هذه المجالس التأديبية شفنا أنها تعسفية وكيدية، وقدمنا من الحجج وقدمنا من الوثائق ما يثبت أن زملائنا في حل من كل هذه التتبعات. ولكن وبالرغم أنه كانت لنا جلستين مع السيد الوزير وحاولنا بكل الوسائل التي عهدناها وتعلمناها نحن في العمل النقابي، لكن أظن أنه ثم حديقة خلفية في الوزارة تحب تمشي في إطار التنكيل بالأساتذة. ربما البعض يقول هل أنه الأساتذة فوق القانون؟ احنا ما احناش فوق القانون، وأنه أي زميل كما في أي قطاع وفي أي مجال وفي سلك من الأسلاك إذا أخطأ يحاسب وفق معايير ووفق ضوابط قانونية. اللي صار عندنا إشكالية في إعدادية هي إعدادية الحاجب، وهذه رافقتنا الإشكالية من شهر نوفمبر، وصعينا مع المندوبية لتطويق المسألة، ولكن للأسف لم يتم ذلك. وصار أول حاجة أنه تم إيقاف زميلنا إيقاف تحفظي لمدة شهرين وبعدها تمكننا من إرجاعه للعمل، ولكن طالعنا السيد المتفقد الإداري والمالي بتقرير صراحة نخجل أن نسميه تقرير، هو أقرب إلى تقارير الإرشاد وتقارير المخبرين باعتبار أنه تضمن إهانة أولا لمنطقة الحاجب، وهذه عندنا منطقة ريفية قريبة من المدينة، سكانها أناس ككل التونسيين معناها شغلهم الشاغل هو أبنائهم، يتهمهم بأنهم محافظون، ولهذا رفضوا السيدة المديرة لأنها متمدنة وحداثية، وأكثر من هكا يتهمهم بأن لهم عقلية ذكورية، وهذا مدون ومش نجيبه فيه من عندنا باش الرأي العام يكون على بعينة. أكثر من هذا أن السيد المتفقد الإداري ومالي يعتبر أن تحركنا نحن كفرع جامعي يأتي في إطار محاولة السيطرة على نقابة أساسية ذات التوجهات الداعشية الإخوانجية كما يسميها هو. ونشوفنا هوني أنه هبطنا إلى مستوى معناها لا يليق بمن يمثل الدولة ويمثل السلطة في بلد ظننا أنه بعد 17-14 جانفي تغيرت الأحوال، ولكن الولاءات والمحسوبية عادت من جديد لتطفو على السطح. نقول أيضا للرأي العام بعد إذنك أن السيدة المديرة هذه التي تحوم حولها عديد الأخطاء والخروقات كما هو مدون في التقرير الإداري والمالي تم تكريمها بتمكينها من ترقية وأصبحت رئيسة مصلحة في المندوبية تونس سنين، وهذا مظهر آخر من مظاهر الفساد. نحن ندين بشدة كل المجالس التأديبية قطع النظر على أعدادية الحاجم، عندنا زملاء في مؤسسات أخرى عادوا إلى ملفات قديمة تعود إلى 2019، وإحنا ما عندناش مشكلة أنه إذا أخطأ أي إنسان يحاسب، ولكن إذا كانت هناك اتفاقات ومحاضر جلسات حول ملفات اعتقدنا أنها انتهت وأصبحت من الماضي. رجعنا الآن إلى 2019 و2020 بتهم كيدية والعقوبات وصلت إلى حد العزل. سي محمد تخيلوا
تفضل سي صديقي. محمد، نعم نذكر سي محمد الصافي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس. احنا نحكيه على وقفة احتجاجية صارت البارح، وانت كنت تحكينا على الإشكالية بالتفصيل وقلت لنا المطالب. انا نحب نسألك شنو ما الخطوات القادمة؟ بالنسبة للخطوات القادمة عندنا، أول خطوة هي بطبيعة الحال وربما يحق لي أو لا يحق أن أقول هذا، أنه الفرع الجامعي بتونس 2 قرر وقفة احتجاجية بالمندوبية اعتراضا على قرار ترقية السيدة المديرة باعتبار أن هذه الترقية جاءت على حساب زملائنا. ده. ثانيا نحن خرجنا بيانات كأسلاك تربية بجهة صفاقس وكفرع جامعي والجامعة العامة بحضورها، وأكيد أنه في الأيام القادمة ستعقد هيئة إدارية قطاعية وستنظر في الأشكال النضالية، طالما أن الوزارة مصرة على مواقفها في اتخاذ قرارات نراها نحن كيدية، قرارات بمقتضاها عزل زملاؤنا، بمقتضاها أيضا تم تغيير مكان العمل ضمن نقلة وجوبية، معناها زميلة على امتداد 20 سنة تعمل في مدينة صفاقس ستنقل إلى مدنين، زميل إلى الكاف وآخر إلى مدنين، وهي قضايا نحن قدمنا حتى مع الأخوة والسادة المحامين كل المؤيدات، ولكن لا أحد يستمع إليك لسبب بسيط أنها تريد ضرب العمل النقابي. واضح، شكرا لك سي محمد الصافي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس. كانت هذه زوم ريجيونال، احنا مازلنا واصلين معاكم في الاكسبريس حتى الاربعة. بعد شويه شن احوال الاقتصاد، البورصه يسابق وحده جالول، هكا يعتبر عبد السلام الهرشي في شن احوال الاقتصاد.